السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لموضوع أسعار الرز والسلع التموينية، احنا الآن بنرصد من أحد المحال التجارية اللي بيع البقوليات والبيع الرز أسعار الرز وأنواعها، ومعانا الأستاذ أحمد رمضان. معانا الأستاذ أحمد رمضان أحد محلات العلافة في حي بولاد دكرور، هيتكلم معانا عن اسعار الرز وعن انواعه وعن هل في اقبال او مفيش اقبال. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يسلمك، كل عام وانت بخير. وانت بخير. علي صوتك بس شويه. وانت بخير يا ابو. الله يخليك. احنا عايزين نعرف انواع الرز ايه اللي هي البلدي. والله دلوقتي الاسعار ارتفعت من وقت مثلا علي. من وقت بقى لها بتاع شهرين بالظبط بدا الرز يزيد. فدلوقتي الرز البلدي دلوقتي فيه بيبدا من حوالي 12 وفي 13 وفي حاجه تاني هي 14 رز يعني مثلا عريض. 12 13 14 14 تمام. اه بس فمن ساعه ما كده ما غلي من حوالي بتاع الاول كان بكام؟ كان ب 8، كان ب 10 اللي هو العريض. اللي هو الرفيع مثلا زي كده ده كان ب 8 جنيه. وفي اللي هو العريض بقى حاجه تاني كان ب 10 جنيه. ابتدى بقى يزيد بقى من قبل رمضان بالظبط من شعبان، ابتدى يزيد على الناس جامد، فدلوقتي الاقبال قل عليه جامد. يعني هل في اقبال على الرز اليومين دول؟ يعني مثلا قبل كده كان في اقبال ودلوقتي عشان زياده الاسعار؟ كان عندك موسم مثلا رمضان والمطاعم وكله كان كله شغال والدنيا كلها كانت شغاله، اما دلوقتي حاليا مفيش عشان خلاص الاسعار بدات تزيد من الرز بالذات، فخلاص قل سعره خالص. قل سعره ولا زاد سعره؟ زاد سعره فقل بيعه. قل البيع عليه. البيع قل. البيع قل. تمام. طب هل ده المشكله دي هل دي متعلقه بالتجار ولا بايه بالظبط؟ يعني المشكله دي متعلقه بايه؟ والله اكيد بالتجار. يعني انت مثلا لما بتروح تشتري التجار بيدوك باسعار قليله ولا بيدوك باسعار كتيره فانت بتعلي؟ باسعار كتيره دلوقتي لما التجار بتزيد، فاكيد يعني التجار مش انت هيديك الحاجه غاليه انت هتبيعها رخيصه. يعني انت مثلا لما بتيجي تشتري بتقول لهم الاسعار غاليه ليه؟ بيقولوا لك ايه الرد بيبقى ايه؟ والله مش عاجبك ما تشتريش. يعني الرد بتاعهم بيبقى ايه؟ يعني الدولار غلي ولا ايه الموضوع؟ بيقول لك الحاجه جايه كلها بالدولار. الحاجه جايه بالدولار. كله يقول لك ده جايه بالدولار، مع ان الرز ده بيبقى مزروع هنا، دي كلها مزروعه هنا. الرز البلدي ده هنا ساعه المشوار الميه عندنا فالرز بدا يقل زراعته. ميه ايه انت قصدك؟ سد النهضه. بدا يقل بقى زراعته عندنا في البلد، فاكيد بيجيبوا حاجات من بره. عندك من شمال افريقيا والدنيا دي كلها حاجات بتيجي من بره. يعني الرز انت عايز تقول ان الرز ده كله مستورد؟ في مستورد كتير. الياته كله مستورد. طب الاول كان الرز كان بيتباع بكام الاول؟ ده كان ب6 جنيه وكان العالي جدا النظيف كان ب7 جنيه ونص الاعلى حاجه. اعلى حاجه يعني كان عندك مثلا في رز المغلف. ده كان ب10 جنيه. دلوقتي بقى الكيس ب16 جنيه. فاكيد طبعا الاقبال قل دلوقتي. قل جدا. يعني كنت هتبيع مثلا 5 شكار في اليوم مش هتبيع غير شكاره في اليوم. استاذ احمد ايه؟ احمد رمضان. استاذ احمد رمضان. شكرا جدا استاذ احمد. العفو. ونتمنى ان احنا الاسعار تبقى تنضبط اكتر من كده وتستقر. اكيد بس الحكومه بس تظبط ان هي تجري ورا التجار تشوف الموضوع ده عشان هم ما بيصدقوا يسمعوا كلمه زياده اسعار بيزود قبل ما تيجي الاسعار. رقابه تيجي. يعني محتاج رقابه. مش عايزين اكتر من كده. بس شكرا جزيلا استاذ احمد. الله يخليك. هنا من احد المتاجر لبيع الارز والمكرونه والبقوليات، نستطلع معكم اسعار الارز التي اصبحت من غلاء الى غلاء مع احد التجار. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخبارك يا باشا؟ الحمد لله. الله يخليك. كنا عايزين نسال عن اسعار الرز النهارده عامله معاكم ايه؟ لا الاسعار غاليه كلها. تعالي صوتك شويه بس. الرز عندنا عملناه اهو كل كذا درجه وهو الاسعار كلها غاليه الايام دي، وقال ما شغالين مش عارفين نشتغل والدنيا غاليه خالص. يعني حاله ركود صعبه جدا يعني. السوق احنا في سوق بلاد دكرور شارع 3 سمر. انا اسمي احمد الخطيب واستاذ زيزو خطيب، اصحاب محلات عطاره الخطيب من هو بلفت الخطيب. عندنا كل البضاعه، السوق كله باسعار زياده. طيب انت الكبيره محتاجه
تجري السوق ما فيش بضاعه، بنطلب بضاعه ما فيش، بجناش بضاعه. عندكم انواع معينه من الرز؟ بتشتغلوا في انواع معينه؟ الرز البلدي يعني ده ايه مثلا؟ ده رز رفيع. ده رز رفيع كيلو بتاعه عامل 14 جنيه 14 جنيه واللي هناك ده يعمل 15 جنيه. اه في برضه حاجه ثانيه عامله 16 جنيه 16 في رز الساعه. ده غير المعبى. طب الاسعار بقى لها قد ايه في ارتفاع؟ بقى لها يجي شهرين ومحدش عايز يبيع اي حاجه والمضارب كلها قافله البيع. شهرين. انا اسمع يعني احنا عندنا معلومات ان الاسعار وصلت لغايه 25 جنيه، هل في فعلا كده؟ هي والله الاسعار غاليه بس هي ما وصلتش ل 25 جنيه. كيلو رز في سعر 14 جنيه و 15 جنيه، الرز البلد الصغير اللي هو الرفيع ب 14 جنيه و 15، ده اقل نوع رز. اقل نوع رز 14 جنيه، في رز الساعه بقى ب 17 جنيه. لا ما تقولش اسف يا فندم، في الرز، بص الاسعار مش في الرز بس، كل حاجه غليه. تاني حاجة أنت تطلب البضاعة من مضارب الرز مفيش بضاعة بتيجي، احنا كنا بننزل مثلا بال 10 طن رز ما بيجيناش 2 طن دلوقتي. المضارب قافلة، كل يوم في زيادة، بكرة في زيادة، مش عارفين إيه، حرب بقى بتاعت روسيا، في الحالة الاقتصادية في مصر، يعني هي القصة الموضوع موضوع الحرب ولا الدولار ولا إيه؟ الحرب بتاع روسيا وأوكرانيا مأثرة، خلي الدولار عالي، الناس كلها بتقول لك في تضخم، الناس كلها بتقول لك الاسعار هتزيد تاني. واحنا بنتمنى من القاده السياسيه بتاعه مصر والرئيس السيسي يبص للشعب بنظره عطف، احنا تعبنا يا رئيس، احنا كشعب تعبنا بجد. احنا يا ريس بنتمنى من سيادتك تكلم الساده المسؤولين يبقى في رقابه شويه على الاسواق، لان احنا فعلا تعبنا. الطبقه المتوسطه خلاص بترجع. يعني انت بتناشد، يعني حضرتك بتناشد الرئيس ان هو ينزل رقابه على التجار، على الاسواق وعلى التجار الكبيره، مش احنا انا بكسب كيلو رز جنيه نص جنيه، اذا ما بيجي لي بحط نص جنيه، لا مش الربح بتاعي، اللي بيتحكم في السوق التجار الكبار. احنا باشا انا باخد الرز بجنيه، هبيعه بجنيه وبريزه، بكسب البريزه، هاخده ب 20 جنيه، هبيعه ب 20 جنيه وبريزه. طيب من 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 مثلا من قبل رمضان او قبل حرب او قبل حرب اوكرانيا كان بكام مثلا الرز؟ لا كان غالي برضه الرز، بس الاسعار كان يعمل 9 جنيه، كان يعمل 9 جنيه 10 الرز النضيف. بس هو بقى الدنيا بعد رمضان الدولار والحرب وكده خلوا الاسعار اقل حاجه في كيلو رز 15 جنيه ووصلت دلوقتي اللي بقت 15 وفعلا ادينا في محل يعتبر ارخص محل في بلاد الدكرور. احنا ارخص ما احنا محلنا بقى لنا 70 سنه في بلاد الدكرور. لا احنا معروفين كده كده من غير ما اقول اسامي، احنا حضرتك بقى لنا 70 سنه في بلادنا اهو، ارخص محل ببيع في بلاد كلها. يعني تخش بقى التجار الاقل مننا، المحلات الاقل مننا، لا الاسعار بتاعت الرز بتزيد عن كده جنيه و2 جنيه و20 20 جنيه، لان معظمهم بياخدوا برضه من عندنا. فاهم انت ازاي؟ فاحنا يا ريس احنا بنناشد المسؤولين في الدوله يهتموا شويه الناس تعبانه بجد والله، الناس تعبانه واحنا بنحب بلدنا، احنا مفيش مشكله بالنسبه لنا، محتاجين رقابه على الاسواق، احنا محتاجين رقابه، احنا بنحب مصر بنحب بلدنا، احنا بنناشد الرئيس السيسي عشان هو الوحيد اللي شغال. احنا عايزين الرئيس ياخد باله مننا بس. تمام يا ريس، انت الوحيد اللي واخد بتاخد بالك من الناس، مفيش لا حي شغال ولا تموين شغال ولا في رقابه يا ريس، احنا مش شايفين حد. طيب ده اسواق في انفلات، وتاني حاجه في ركود بتاع الشركه. طب لما بتيجوا تشتروا مثلا من المضارب الكبيره الرز وبتسالوهم الاسعار دي غاليه ليه، بيردوا بيقولوا ايه؟ هما بيقولوا الدنيا وحشه مفيش بضاعه خالص، دولار زايد، مع ان الرز ده بلدي، الرز بيتزرع في مصر، يعني الرز بيتزرع في مصر، ملوش علاقه بالدولار، ملوش علاقه خالص بالدولار، وبرده في المستورد اللي هو في المستورد، بس احنا دلوقتي ما بنتكلم عن المستورد، احنا كل ده بلدي، كل ده بتاعنا احنا. تمام كل ده زرعنا احنا. تمام طن الرز النهارده وصل 15000 جنيه اقل حاجه، اقل. طب حركه البيع والشراء دلوقتي زي الاول؟ مفيش شغل خالص، مفيش شغل، مفيش شغل ومفيش بيع خالص، والايجارات غاليه. والدنيا مفيش بيع زي الاول خالص، الدنيا وحشه خالص خالص يعني. الايجارات غاليه، الايجارات كلها غاليه، المولعه نار. يعني الاول مثلا كان في اليوم مثلا ممكن البيع مثلا يبقى في زباين كده، حضرتك انت واقف دلوقتي الساعه كام؟ بص بص ده سوق بتاع بلاد دكرور، اتفرج على السوق، ارفع كده واتفرج على السوق، لا ارفع مفيش مشكله، ارفع وصور الناس كلها، ادي السوق يا باشا. تمام ده سوق مفيش حد خالص، الساعه لسه 7 والشارع كله زي ما انت شايف.
في الايام العاديه وايام ما كان في حركه والاقتصاد منتعش في الشغل كانت الحركه. طيب هل اسعار البقوليات برضو اختلفت غير الرز؟ كله غالي، كله غالي، كله غالي. المكرونه كيس المكرونه يا باشا كان ب 4 جنيه 7 جنيه النهارده، ب 7 في زياده ثانيه، ولسه في زياده ثانيه كيس المكرونه. وفي نقطه كان نص كيلو دلوقتي ب 400 جرام فاهم، ازازه الزيت 30 جنيه كان الكيلو ب 700 جرام. لا الموضوع بصعب قوي 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 قوي، وربنا يستر على بلدنا والله، ربنا يستر عشان فعلا الناس تعبانه، الناس تعبانه بجد بجد. شكرا بجد. شكرا جزيلا. عفوا شكرا جزيلا استاذنا. كنا معكم من احد محال البقاله والبقوليات التي تبيع الارز من بوابه الوفد الالكترونيه، رصدنا لكم هذا التقرير، شكرا جزيلا.